القهوة بكل فنجان في قصة. بن هي شجيرة بتعطي هالثمرة لإسمها البن من أثيوبيا وفي أسطورة لإلها. لاحظ إنه الغنم تبعه من بعد ما أكلوا هالبن صار عنده نشاط زيادة. بعضهم اللبنانية وين ما راحوا بياخدوا معهم فنجان القهوة وبياخدوا معهم البن. عدد كتير كبير من اللبنانيين ومن سكان الشرق بيفتحوا نهارهم بفنجان قهوة. فتحوا مقهى لأول مرة بالتاريخ بمدينة اسطنبول، حتى لفترة بالسلطنة العثمانية تم تحريم القهوة. اخترعنا بلبنان شيء اسمه القهوة البيضاء. هو الفريد من نوعه انه هو منه قهوة بس اسمه قهوة. لبنان بقصة مع يزبي كوهبي وشارل حايك، السبت 10:30 المساء على LBCI.